جينا السلام عليكم. كمال ديال المرابطي، رئيس جمعية التنسيقية الوطنية لمحاسبي المعتمدين. إذا نحن اليوم أمام قبة البرلمان بمناسبة مشروع قانون المالية 2025. المادة التي جئنا من أجلها، من أجل إسقاطها، هي المادة 206 مكرر، التي تحتوي على مجموعة ديال مسائل حنايا ما خدامة لناش وما قابلينهاش. هاد 206 مكرر هي كتهضر على تسجيل بالنسبة للعقود. المسألة الأولى هي الغرامة اللي بدات ب 10,000 درهم وتحولت ل 1,000 درهم. هاد 10,000 درهم حقيقة ما فهمناش هاد المشرع كيحسب هاد 10,000 درهم، أنه كنعتبروها فدية ماشي غرامة. المسألة الثانية، تتحدث المادة عن الغرامة المرتبطة بالمعلومة. المعلومة بالنسبة للمحاسب المعتمد، مجموعة هذه المعلومات غير متوفرة للمحاسب المعتمد ويستحيل أن يحصل عليها. إذا هذه المعلومة التي لا تؤثر على التحصيل ولا تؤثر على قاعدة البيانات، لا نفهم لماذا سيتم تغريم المحاسب المعتمد بسببها. المسألة الأخرى، هناك جملة تتحدث عن الاستخلاص الفوري والآني لهذه الغرامة بدون مسطرة. هذه في حقيقة بدعة في التشريع المغربي، ما عمر كانت شي غرامة بدون مسطرة. المسألة الأخرى تتعلق بالرقمنة. في المغرب كنتحدثوا عن الرقمنة ولا نستغلوا هذه الرقمنة، لأنه بالرقمنة يمكن أن نعرف هذه المعلومات خاطئة أم لا. وأكدنا من قبل في الغرفة الأولى أنه نحن مع إسقاط هذا المادة. قدمنا مشروع تعديل للغرفة الأولى، لم تسقط هذه المادة بل فقط عدلت. نتمنى أن تكون هذه الوقفة صرخة محاسب معتمد من أجل أن تصل إلى المسؤولين ويأخذوا بعين الاعتبار بأنه المحاسب المعتمد يقوم بخدمات، وأنه كان من المساهمين في إنجاح الانتقال إلى الرقمنة. شكرا جزيلا. اليوم أيها المهنيين، أيها المهنيات، أيها المشرع الكريم، ندعوك إلى التمحيص في هذه المادة التي تغرم هذا المهني. من باب الإنصاف يجب أن يشرف، أقولها وأكررها، يجب أن يشرف وأن يكرم عوض أن يغرم. المرس محمد، محاسب معتمد من مدينة فاس. طبعا تندرج هذه الوقفة في إطار الاحتجاج السلمي حول مستجدات القانون المالي لسنة 2025. نعتقد نحن كمهنيين المحاسبة بالمغرب أن بعض التعديلات التي أصبحت بشكل سنوي لا تتمشى، والمصالح المهنيين والخدمات الجليلة التي يقدمها الجسم المحاسباتي تجاه الإدارة وتجاه الدولة باعتباره قد أنجح العديد من المحطات والبرامج الحكومية. واليوم نتفاجأ عوض أن يتم تكريم هذا المحاسب ومنحه بعض الامتيازات وتحصين واحد المكتسبات التي ركمها من خلال تجربة ديالو لسنوات وإنجاحه محطات يعني وبرامج حكومية من قبيل تصريح والأداء الإلكتروني، نجده اليوم في إحدى مواده خاصة المادة 206 مكرر يعاقب ويغرم عوض أن يكرم. من هذا المنطلق نحن نجسد هذه الوقفة لنقول لهذه الوزارة، يجب أن تعي أن هذا المحاسب يعاني في صمت، ينجح جميع البرامج ديال الحكومة بدون مقابل، وأن هذه الخدمات المجانية التي يقوم بها من خلال يعني تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الرقمنة الإدارية لا يجب أن تكون مطية لعقابه وتغريمه. المبدأ العام هو أن هذا المهني يجب أن يكرم لا أن يغرم. تحياتي. السلام عليكم. الأستاذة زكية بنت فريت، محاسبة معتمدة من وجدة من جهة الشرق. جئت هنا هذا اليوم 26 نوفمبر 2024 من أجل التنديد بواحد المادة اللي خرجت في مشروع مالية 2025، وهي المادة 206 مكرر. هذه المادة 206 مكرر دعت إلى تغريم المحاسب المعتمد في حالة قيامه بتسجيلات العقود العرفية.
في حالة خطأ أو نسيان يغرم هذا المحاسب المعتمد الذي يعد فاعل أساسي وشريك في إنجاح الورش الرقمنة، ورش إدارة الضرائب، خاصة الورش الذي دعا له جلالة محمد السادس نصره الله منذ 2008 لرقمنة جميع الإدارات المغربية وإنجاح مخطط الحداثة. هذا المخطط الذي يعد المحاسب المعتمد فاعلا أساسيا في إنجاح هذا الورش الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس. هنا جئنا نندد بهذا المادة 206 مكرر وندعو الفاعلين لحذفها لأنها تشكل عائقا وثقلا على كاهل المحاسب المعتمد. وشكرا. ورحمة الله. معكم الدودي علي أستاذ محاسب معتمد، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين. جئنا اليوم لإسماع صوتنا للمشرع حول مقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة المادة 206 مكرر التي جاءت لتغريم المحاسب المعتمد، ونريد إسماع صوتنا للمشرع نظرا لاعتبار هذه المادة في تقديرنا ليست دستورية من جهة، وليست عادلة، ليست دستورية لأنها أولا لا تقوم بالتحصيل الآني لهذه الغرامة، وأن يعني التحصيل الآني هو لا يتوافق مع أولا النص الدستوري باعتبار أنه لا يحق لا يحترم يعني مبدأ الدفاع أو الدفاع الذي يخوله الدستور المغربي، وبالتالي فإنها غير دستورية وليست عادلة باعتبار أن الخطأ وارد، وأن عوض يعني إرسال الخطأ من أجل تدارك الخطأ يتم التغريم وهذا ليس عادل. وبالتالي نطالب اليوم يعني المشرع من أجل إسقاط هذه المادة ومن أجل إرساء العدالة الضريبية التي يعني والتنزيل الصحيح للقانون الإطار الأخير حول الجبايات. السلام عليكم ورحمة الله.